حيت كاين الجاوي عطانا 10 19 كل واحد اسم الكريم شبين أردين رئيس مجموعة الجماعات النقل الحضاري الجديدة الكبرى. شو الأهمية ديال هذه العملية اليوم أو هذه المبادرة ديال النقل اللي غادي تتم جهد الجديد؟ أهمية يعني غادي تبدا يشرع الأسطول اليوم في العمل ديالو، لأن بالنسبة للجديدة الكبرى كان ما كانش فيها النقل وكانت عندها النقل ناقص، ولكن الحمد لله لأن الذي دوزنا أشواط باش تمكنا من هذا النقل اللي كتشوف فيه دابا. وراه دابا كما كتشوفوا دابا راه داخله، حيت عندنا حنا معاهم مع كرامة بيس هما اللي طاحت عليهم الصفقة، وفي ولاو غير يخدموا معنا بالسين طوبيس. ودابا كذلك كما كتشوفوا هذا النقل اللي كي اللي بيستقيم دابا الجودة مزيانة وجودة عالية. نعم، اش كيتضمن هذا الاسطول اليوم؟ شحال من حافلة في المدار اللي غيدور فيه؟ شحال ديال المحطات اللي غادي هذا الاسطول غيدور فيه؟ الجماعة ديال مول عبد الله وجماعة الشبيب حسين وسيدي علي بن حمدوش وجماعة ديال الحوزية وديال الأسبوع وهذه الجديدة. نعم. ست جماعات. عدد الحافلات؟ عدد الحافلات اللي كاينة في الإجماع هما 60، دابا غينطلقوا تقريبا باش 40، حيت هما كيقولوا حيت هما في الاتفاقية عندنا حنا السنة الأولى خاصو يكون عنده 60 إن شاء الله. ودابا الأمور كما كتشوفوا راه نعم. الحجم ديال الاستثمار ديال هذه العملية شحال تقريبا ديال المالية ديال طلب هذا الأسطول هذا؟ الاستثمار تقريبا غتكون 22 مليار. باش غينطلقوا غتكون يمكن شي 37 حافلة ولا 38 باش يوصلوا لاش؟ عندهم خلال السنة الأولى خصهم يوصلوا 60 حافلة. والأثمنة العادية 3 4 دراهم والكلية خصوا لها شحال من بيس؟ كلية هذا هو العدد الكافي، العدد الكافي بالنسبة للكلية. شكرا.